لا يزال الشباب اللبناني المثقف ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة يبدع ويعطي الصورة الحلوة لمكون المجتمع اللبناني الحضاري. واليوم حابب أقدم لكم شابة لبنانية متخصصة بعلوم النبات والمناخ وتتابع دراسة الهندسة الزراعية والبيئية. أهلا وسهلا فيك يا إليان نعمة لحود. هيك بداية خبرينا شوي عن اختصاصك. الله معكم. أنا أول شي درست بيولوجي، بعدين رجعت تخصصت بعلوم النبات والمناخ، وحاليا عم تابع دراستي بالهندسة الزراعية والبيئية. شو بيتضمن اختصاصك؟ بيتضمن كل شي خصو بالنبات والاهتمام بالزرع والزراعة، وكل شي خصو ببيوت النايلون، هيدا البارت الزراعي. أما البارت البيئي بنهتم بكل شي خصو بالبيئة، بالمناخ، بالنفايات، بالفرز، بكل هيدي الأمور. نعم، في قانون للبيئة يحكي عنه، إذا عندك فكرة عنه هيك شوي توضحي لنا إياه. نعم، كتار ما بيعرفوا انه في قانون للبيئة بلبنان. انحط قانون البيئة سنة 2002، بيحكي عن كل شيء ممكن يضر بالبيئة، ان كان على الصعيد المياه، الهواء، المياه الجوفية، كل شيء له علاقة بالنفايات، بالمواد الصلبة، بالمواد الكيميائية، نعم، وكمان كل شيء له علاقة بحماية الطبيعة والموارد المتجددة والتنوع البيولوجي. نعم، وكتار ما بيعرفوا من المواطنين انه هن لهم الحق بقانون البيئة انه يشاركوا بحماية البيئة ويبلغوا عن اي تعدي موجود بيحصل على البيئة. القانون بيحميهم وبيعطيهم هيدا الحق انه هن يقدروا يبلغوا والسلطات المختصة لتاخد اجراءات بهذا الموضوع. حكيتي بالعموم هلا نعم إليانا، خلينا هيك نروح على الديتايات ونفصل كل شغله بشغلتها. يعني حضرتك مطلعه على دراسه الاثر البيئي بلبنان. شو هو اثر تطبيق هالقوانين على المواطن والمناخ؟ واذا بدك نفوت بديتايات، يعني بدءا من انه نكب من السياره وسخ وبعدين يتجمعوا على منفذ المجارير وتسكر صح، أول شتوة تعوم طوف الطرقات، من اللي بيروحوا يعملوا بيكنيك بالغابات ويتركوا زبالتهم وفي ما بيناتهم إزاز بس تحمى الشمس يمكن تحرق الغابة. مظبوط. يعني كل شيء ممكن هيك تفسريك حقوق على المواطن وواجبات. ذكرت كلمة كتير أساسية يلي هي تقييم الأثر البيئي، هو من ضمن قانون البيئة بس ما انحط لحد 2012، نعم، فنحن كان عنا فراغ بين 2002 و2012 للتطبيق الفعلي لقانون البيئة بلبنان. من بعد 2012 صرنا نحن قادرين كمواطنين وكوزارة تلاحق كل ضرر بمس البيئة، إن كان على الصعيد الشخصي مواطن كان عم بكب أو عم بيساهم بالحرايق مثل ما حضرتك ذكرت، أو إن كان على الصعيد الشركات يلي عم تكب النفايات تبعها بطريقة عشوائية، يلي عم يكبوا بقلب مجاري الصرف الصحي تبعهم عم ينكبوا بالمياه، نعم، او ان كان المداخين يلي ما حدا منهم عم بيحط لها فلاتر. كل هيدي صار نحن قادرين من خلال هيدا دراسة الأثر البيئي نعم، يتابعوا هيدي الأمور و يعني يصير في من بعد مراقبة. الشقوى متابعة للعقاب والمراقبة وتصليح الوضع. نعم، وهو بيتضمن 7 مراحل، نعم، ويلي كمان المواطن لازم كتير يعرف هيدا الموضوع، انه اول مرحلة من هيدي الدراسة هي بتعني مشاركة المواطن باتخاذ القرار. يعني نحن ما في تطلع مستشفى بمحل سكنة عام بلا ما يكون السكان هن موافقين على هيدا الموضوع، او ما بيعرفوا انه بده تطلع هون مستشفى حدهم، نعم، او مكب، او مطمر، او محرقة، او نفايات المستشفى
أو النفايات كلها فيروسات من وراء العمليات وهالقصص. فالتقرير الأثر البيئي بيفرض على المستشفى أنه هي النفايات تكون لازم تتخلص منهم بالطريقة الصحية اللازمة قبل ما ينكبوا مع باقي النفايات. وبتلزم المصانع كمان أنه تحط الفلاتر كرمال تحمي المواطن. مثل شركة الكهرباء مثلا. نعم هيدا أكيد تعدي على البيئة. الدخون تبعها مش ما فيه فلتر منيح. مزبوط. وبيطلع دخنة سوداء. بتصور هلا شوي زبطوا الوضع أكثر من قبل إن شاء لأنه الله. لأنه صار في قانون. نعم. هذا الشيء كتير منيح يعني بنعطي أمل للمواطن. نعم. إنه عنا قانون والقانون بيفرض على المواطن المشاركة. الصرف الصحي بينزل بالبحر وأحيانا بيديروه بجبال على النهر وأحيانا صحيح. بيفتحوا جورة حد البيت لحتى مثل البير يتجمع فيها الصرف الصحي وبعدين يتسرب بالأرض. مياه الجوفية. مياه الجوفية هذا بيقتل يعني بيسمم العالم وقت أكيد. اللي إذا عم يشربوا من نبع من شيء تسرب له مجارير. في شيء كمان كتار ما بيعرفوه إنه مش من مكان في يحفر بير. حفر الابار اللي عم تصير عشوائيه هي اللي عم تخلي انه في ضياع بلا بلديه. صح. او رئيس البلديه بيتواطأ مع المواطن. مزبوط. بيسمح له بيكونوا اصدقاء. حفر الابار بتتطلب مهندس زراعي كرمال يوافق على انه اذا هون نحن بنقدر نحفر بير او لا. نعم. لانه نحن حفر الابار ممكن تكون عم تاخذ انت من محل بيخلص المي فيه، بتكون انت ساعتها عم بتضر اكثر ما انت عم بتفيد. نعم. ممكن اوقات وخاصة هذا الشيء كتير منلاقيه ببيروت من وراء حفر الأبار العشوائي تسربت مياه البحر وفاتت على قلب المياه الجوفية، مشان هيك المياه ببيروت هي مالحة. نعم. فهذا الشيء كتير خطر وما لازم نتوافق على أنه مين ما كان في يحفر بير. نعم. شو أهمية التزام الشركات والمنشآت بحماية البيئة؟ وبس بعد بس ناخد جواب نهائي، مش كل يعني السكن على الشاطئ اللبناني بيصفي عنده فلتر لحتى يصفي الصرف الصحي. اكيد لا. في منهم بيتركوا المجارير تنزل. صح. على البحر للاسف. وبنشوف الشط كيف عامل لون للاسف مش حلو. في يعني في تقرير سنوي بيطلع عن نوعيه المياه في على بعض الشاطئ الشواطئ ملوثه. طبعا. بيطلع تقرير كل سنه من الوزاره. فيكم هذا الشيء كمان اللي كثير حلو انه من وراء القانون صار فينا نحن كمواطنين نطلع على كل الداتا بيس تبع الوزاره اللي بتطلعها سنويا. بتفوتوا وبتطلعوا على كل بحر تنشوف اذا هو المياه السنه تبعه كانت صالحه انه نحن نتسبح فيه او لا. نعم. ولذلك الحل انه ينفرض على كل عندهم مباني على الشاطئ انه يكونوا عم يدفعوا ضرائب. نعم. يعني نحن بعد حتى لو صار في انتهاكات للبيئه اذا وصلت الشكوى مفروض يدفع صاحب اللي عمل الانتهاك غرامه ماليه للدوله. نعم. فنتجنب الغرامه الماليه لازم يبلشوا يكرروا يكون في مصافي. صح. تكرير للصرف الصحي قبل ما تنزل بالبحر. صح. دايما نحن بنقول الوقاية خير من العلاج. يعني نحن إذا بلشنا بالوقاية من أول المشروع ويلي هذا بيفرضه التقرير دراسة الأثر البيئي أنه نبلش قبل ما يبلش المشروع ما بيتوافق عليه إلا إذا نحن من الأول جينا وأخذنا رأي المواطن وخبرناه وقلنا له أنه في حيطلع عنا مشاكل بس رح نحسن بهذه الطريقة، رح نحط فلاتر، رح نكرر المياه قبل ما تنزل، رح نستعمل اشياء صديقة للبيئة. فبهيدي الطريقة نحن منكون عم نتجنب وقوع الكارثة لانه بعدين حيصير الضرر كتير صعب انه نحن نقدر يتصلحوا. اهمية مثل ما كنا عم نقول التزام الشركات والمصانع والمنشآت الجديدة بحماية البيئة. نعم. مثل ما كنا عم نحكي من قبل شوي انه الشركات والمنشآت اللي انوجدت قبل 2002 وقبل 2012 ما كانت للأسف ملتزمة بالحماية البيئة. نعم. فهون نحن دورنا كمواطنين ونوعي المواطنين انه اوكي يمكن هن ما بنيوا على أسس الصديقة للبيئة بس نحن فينا نقدم شكاوي وبهي
بهذه الطريقة نحن بنكون عم نجبرهم أو عم نساهم إنه هن يشاركوا ويصلحوا بالضرر اللي عم يأذوه بالبيئة. بينما الشركات اللي انوجدت بعد والمنشآت والمشاريع اللي عم تطلع بعد 2012 هي كلها عم بتكون عم تقدم تقارير للوزارة وتلتزم، لأنه كمان آخر بارت من تقييم الأثر البيئي بيلزم إنه هي تتابع هيدي القوانين اللي هي التزمت إنه بدها تنفذها تجاه المواطن وتجاه الدولة. في شركات ومنشآت صناعية يعني هن بينجبروا يكون في عندهم خليط مواد معدنية أو شيء بيطلعوا مثل صرف صحي، صح، بيحولولهم مجرور على الأنايات اللي موجودة بالطرقات أو على السواقي، وهي بدورة بتروح على البحر. على البحر 100%. سهول كتير بدهم مراقبة من قبل وزارة البيئة، من قبل الوزارة. نعم. وبدهم مثل ما حكينا إذا في انتهاكات بيبقى مواد سامة بيشتغلوا فيها بمصانعهم، صح، تنزل بتروح بالسواقي وبعدين على البحر. مزبوط، وهذا الشيء ما لازم يصير ابدا. لانه كمان غير المواد الصلبه كمان ما لازم ننسى الشيء اللي كتار بتناسوه، مداخن. كمان عنا المداخن، نحن بلبنان في اكبر نسبه كانسر، وهذا الشيء سببه كتير رئيسي انه الهواء ببيروت مش نظيف من وراء الشركات والمصانع يلي ما عم بتحط فلاتر، بتفكر انه هذا الشيء كافي لينقل. اكيد أكيد الفلتر قادر يوصل إنه الدخنة اللي تطلع بيضة. إذا ما كانت الدخنة اللي عم تطلع بيضة، حيا المواطن قادر يشوف دخنة طالعة صودة أسود، هو قادر يبلغ إنه هيدا يبلغ للدرك يعني عادي ولا للوزارة دايركتلي. فينا للضبط العدلية وفينا للوزارة. نعم. هلا اللبناني مهمل بهيدي القصص، يعني أصلا تخرب الدنيا قدامه إذا هو عم يسهر ويظهر مبسوط بقول لك بعيدة عني ضلني مرتاح مريح راسي. هذا الجهل بالشركات والمنشآت الصناعية، انت عم بتطلقي صرخة حاليا انه مستعدين تدربون، صحيح، او تعملوا تريننج للموظفين ولاصحاب الشركات ليكون عندهم وعي مش جهل بيئي. صحيح، من هون نحن هدفنا الأول والأساسي نشر التوعية. نعم. لكل مواطن تحت يكون بيعرف شو حقوقه، أنه عنده حقوق وأنه عنده واجبات تجاه البيئة والمساهمة بحفاظ على البيئة، وبذات الوقت نوعي الشركات أنه هن قادرين يساهموا بحماية البيئة. لأنه الأثر اللي مثل ما كنا عم نحكي اللي على المناخ أو على صحة الإنسان صار كتير متداول وصار كتير واضح، وهذا الشيء بخوف صراحة، ولازم يكون في عنا حس أنه نحن ممكن نحن كمان بوقت من الأوقات هذا الشيء أثر على صحتنا وعلى أولادنا وعلى البيئة اللي نحن عايشين فيها. فمن هون احنا دورنا توعية. و شو بتعطون بهالدورات التدريبية؟ بنحكي كيف فينا حاليا تقريبا الشركات، الشيء الحلو انه الشركات المنشأة حاليا عم تتجه كلها نحو ان تكون green sustainable business، يعني الشركات تكون البزنس تبعها كلها مستدامة وصديقة للبيئة. وهيدا الشيء هو التريننج اللي نحن بنقدمه للشركات، كيف هي قادرة تحول البزنس تبعها لبزنس يكون مش مضر للبيئة، ويكون هو قادر يعزز حاله بحاله. سستينبل، فكرة الاستدامة اللي انوجدت من فترة كرمال هيدا الموضوع. أكيد كمان بالاستعانة بالطاقة البديلة اللي هي أكيد ما فيها تلوث أبدا للبيئة، طبعا مثل اللي بتعتمد على الطاقة الشمسية وهالقصص. أكيد هذا الشيء كتير بيساهم إنه يخفف من اتكال الشركات على مورد المازوت كرمال صحيح. نعم. إذا في تقرير سنوي بيطلع عن شركة أبل هيك، إذا بتعطينا شوية معلومات عنه. من كم يوم أكيد الكل بيعرف أنه كل سنة أبل بشهر أيلول بتطلع الموديل الجديد تبع الآيفون. في كتار منهم ما بيعرفوا أنه السنة أبل طلعت تقرير الاستدامة تبعها بطريقة كتير مهضومة لفتت أنظار الجميع. حولت تقرير ممكن يكون سطحي بالنسبة لكتير لشي كتير انتريسون، أنه عرضت أنه هن
استخدام المذر نيتشر اجى شخص ومثل انه هو الطبيعه الام، ونحن وهن عم بخبروهم عم يخبروها شو خلال هيدي السنه هن ساهموا بانخفاض نسبه ثاني اكسيد الكربون بالجو، كيف خففوا من استعمال البلاستيك بالديفايس الجديد، كيف قدروا يحسنوا من هديك السنه لهيدي السنه، واكيد حطوا الفيوتشر بلان دائما اللي بنحكي عنه انه بالسنين القادمه كيف هن رح يوصلوا ل 0% كربون ايميشن بالهواء. يعني هذا شيء بيشجع لغير شركات تعمل كل سنه تقرير كمان مشابه لهالتقرير. صحيح. وهيك شوي شوي كل الشركات الكبيره بتخلص من كل التلوث اللي ممكن تسببه للبيئه. صحيح. رح شوف انا وياك مع كمان ريان زميلتنا وين فينا نشوف صور عم بتعبر عن اللي عم نحكي عنه. نسمع دايما عن الـ MDGS او SDGS، شو الفرق وشو قصدك بهول كل عبارتين؟ اوكي، الشركات مثل ما حكينا اتجهت نحو الاستدامة اكثر كرمال الحفاظ على البيئة. بلشت فكرة الاستدامة من سنة 1990، وقتها كان اكثر شيء بالدول النامية خط الفقر تقريبا يعني اكثر من 50% عم يعيش على اقل من دولار باليوم. فنوجدت فكرة الـ MDGs يلي هن الميلينيوم ديفلوبمنت جولز، يلي هي قدرت تساهم بانخفاض نسبة الفقر من 50% لـ 20% بسنة 2010. هول الأهداف هن كانوا بوقتها 8 أهداف، بس بعدين لقوا انه نحن لازم نطور من هول الاهداف ونشتغل اكثر على مش بس الفقر، نعالج الفقر انه كمان نعالج مواضيع اخرى. وصار في عنا شيء اسمه SDGs يلي هن Sustainable Development Goals، يلي هن بيجوا 17 هدف نشتغل عليهم مع الشركات بتحقيق اكبر اهداف ممكنه من خلال اعمالهم. كل ما حققوا اهداف اكثر، كل ما كانوا هن عندهم استدامه اكثر، كل ما كانوا هن صديقين للبيئه اكثر. فهن هول هن الاهداف اللي بنشتغل عليهم كرمال نحقق الاستدامه والشغل اللي هو صديق للبيئه. اذا ممكن توضحي لنا شو كنا عم نشوف بالصور؟ هن هول الاهداف. نعم. يعني المحافظه على البيئه. بتحبي ترجعي تشوفيها؟ يس. نعم. فينا نشوف انه استعمال الموارد البديله للطاقه. نعم. مثل ما حضرتك حكيت من شوي عن الطاقه الشمسيه بدل الفيول. نحافظ نشارك انه دور المراه كمان بالمشاركه بال حلو، هيدا كثير بهمنا، محطتنا متخصصه للمراه. نعم اكيد، لانه هذا الشيء كمان بيساهم انه نحن نشغل النساء يلي موجودين بالمنطقه، هذا الشيء بيعزز الاستدامه كمان. عندنا مثل الزيرو ويست يلي هو انه نحن نجرب قد ما فينا نخفف من الويست يلي عم يطلع من هيدي الشركات، ان كان مثل ما قلنا من خلال الانبعاثات الحراريه ولا من خلال فرز النفايات او كل هيدي الامور. نعم. لا شك في انه للمواطن مثل ما قلنا دور كبير. اذا ممكن هيك هلا نعطي صوره واضحه شو بيقدر يعمل مواطن مش اصحاب الشركات. نعم. يعني بدءا من بيته، من حياته. صحيح. اليوميه، من الفرز. أكيد. ممكن يبلش يفرز. أكيد. ما عم يتعودوا على الفرز عنا، يعني ما بيمشوا الا بالعقاب انه اذا ما فرزته في غرامه. لا، خلينا نحن نتعود. يعني انا بروح لعند اولادي على ايطاليا بيبقى عندهم 3-4 مستوعبات صغيرة، كل واحد مكتوب عليه لشو. صح. هن ولادي قد ما تعودوا على هذا النظام، إذا غلطنا نحن وحطينا بقية أكل مثلا مع الأنانة أو مع البلاستيك بيخوتوا. صح. لا بابا شيلن، عرفت؟ هيدي إلن غير شيء، إلن كيس لوحده. وبعدين كل يوم بيمرق حدا من تبع بياخدوا المستوعبات بفضوهم بشحناتهم خاص، يعني يوم لأنانة الإزاز. ونحن بنحط بروجرام على الباب انه يوم التنين لقنين الازاز، يوم الاربعاء للبلاستيك، يوم الخميس للاشياء اللي فيها كل مخلفات الاكل وهالقصص اللي بيطلعوا من الصحون الجلي وكل او الطبخ. فهذا الشيء كثير حلو انه نتعود على النظام ببيوتنا ونعود اولادنا. اكيد. وهذا اللي عم بيصير برا باوروبا، انه الجيل الجديد هو عم بيعود اهله. صحيح. مثل ما نحن بنروح بنتعلم عن النظام، بنتعلم هونيك نوقف على الاشاره إذا. أكيد. مش للوك، مش للناس اللي عم تمشي، منوقف. بينما هون
سياره بدها تمرق ودوره تمرق، لا الناس اللي بدها تقطع او الموتو او البيسيكلات بيقطع، فوضى وماشي يعني هون فظيع. خبرينا هيك شويه امثله كيف المواطن من بيته بيقدر يبلش يكون منظم ويساعد ويساهم. صحيح، مثل ما حضرتك وحكيت بإيطاليا عاملين نظام كتير حلو، ونحن استعنا ببلديات إيطاليا كرمال يجوا كمان ويعملوا مثل توعية لبلديات لبنان كيف هن ماشيين على السيستم، وكيف كل يوم بيقطع شخص معين وبلم نوع معين من النفايات. صراحة عمل تريننج لبلديات بلبنان من قبل أشخاص من قبل بلديات إيطاليا، فمن هون أهمية توعية المواطن، من هون أهمية النشر الوعي اللي نحن عم نشتغل كرماله، إنه المواطن في من بيته يفرز الفرز من المصدر، هو شيء كتير مهم. يعني نحن إذا بلشنا نعود نحن وولادنا يبلشوا يفرزوا من البيت البلاستيك، كلنا بلبنان بنشتري مي، يعني هيدي مشكلة. أنا عملت يعني كرتون كبيرة قدام الباب لا علينا المي، مزبوط، بس للبلاستيك. يعني خلص تعودت إنه البلاستيك ما بينحط مع الزبالة، بده يحطوا لوحده. وقد ايه عم تطلع يعني بالنهار، قد ايه عم نطلع نحن اناني مي بلاستيك؟ على فكره فيهم يبيعوهم هلا. صحيح. يعني صحيح بيطلعوا قليل شي 100,000 الكرتونه الكبيره، بس كم منيحه احلى من بلا 100%. يعني شاب كثير هيك بحب شجع خبر عنه على اوتوستراد ميرنا الشيلوحي سد البوشريه بقلب محطه البنزين، هو صحيح. فاتح بياخذ من كل العالم اللي بدهم، بيوصلوا بسياراتهم ما بينزلوا، بياخذ منهم الكرتونه بيزينها بيعطيهم المصاري، وهو بيعمل فرز للبلاستيك. مزبوط. والكرتون مش بس بلاستيك. صحيح. حلو، شو ما اجاك بالبيت قصص كرتون فيك كمان تحطيهم على جنب وتبيعيهم جمعيهم بمستوعب كبير، وعم بيروح على المدارس ويعمل وعي ويعلمهم انه انتم كمان بالمدرسه جمعوا لي وخذوا مصروفكم. صحيح، كثير حلو هيدا الشيء اللي نحن جايين نحكي فيه، انه نحن ما اتبعنا نظام العقوبات، تبعنا نظام المكافاه. صار كل واحد قادر ببيته يجمع البلاستيك، وعم يطلع كثير بلاستيك. يجمع البلاستيك من قلب بيته، يبلش بهيدي المبادره اللي هي بسيطه بس عندها اثر كثير كبير لبعدين. ويروح ويعطيها لكل الجمعيات. صراحه عن جد شيء كثير حلو انه بلبنان صار في كثير جمعيات ريسايكلينج، يعني نحن قادرين نروح نعطيهم البلاستيك ويعطونا بدالهم مصاري. وحتى في اللي ما بيعرف جمعيات، مع انهم بقول لهم انه هن موجودين كلهم على السوشيال ميديا، كلهم عندهم تواصل على السوشيال ميديا، تواجد على السوشيال ميديا. في كمان اذا بتلاحظ بالسوبر ماركت، يعني بتفوت القنينه اخر شيء بيطلع لك على عدد معين فيك تروح تشتري بدالهم قنين باكيه مي. بايطاليا كمان في في هيك صناديق كبيره بوكسز بتكبينهم القنينه exactly. الفاضيه بيطلع لك مصاري دغري. مزبوط. هلا بلبنان ما بيطلع مصاري، بيطلع مثل سكور، بس توصل لرقم معين بيطلع لك مي، وما يطلع لك فيهم باكي مي. سو هذا شيء كمان كثير حلو، يعني فينا نحن ورايحين على السوبر ماركت بصير وين ما كان، في قدام السوبر ماركت، قدام المدرسه، قدام صحيح. قدام محلات بالسوق، يعني حتى الواحد يكون عم متناول ايده دائما. مزبوط دائما. كمان بما انه عم نحكي عن السوبر ماركت، وكلنا بنروح على السوبر ماركت كذا مره بالجمعه، فكمان في سوبر ماركت بلشت هلا بانيشيتيفز كثير حلوين، انه عم بيبيعوا اكياس يعني مش بلاستيك، ورق لا مش ورق حتى، يعني بتحسها كانه ساك. الساك مثل زمان ستاتنا exactly. كانوا ياخذوا ساك معهم ماش ماش ويحطوا اغراض اللي بيشتروه من السوبر ماركت او من الخدرجي بقلبه بدل ما نحطهم بالبلاستيك، هيك ما بيروحوا بكبوا نايلون وهيك. صحيح، لانه اذا بتلاحظ نحن بكل السوبر ماركت بيصيروا بحطوا كل غرض بقلب كيس عشوائي، واخر شيء بترجع على البيت معك كيس هالقد كلها مليانه بلاستيك، فهيدا الشيء اكيد. وهولي شغلتين كمان فوقتيني عليهم هونيك، لاحظتهم انه كل الستات بيروحوا على السوبر ماركت معهم شنطه. صحيح، بحطوا اغراضهم بالشنطة، والا اذا نسيت بشروها كيس النايلون اللي بدها تحط فيه الاغراض. صح، حتى تتعلم انه ثاني مرة ما تنسى تجيب معها الشنطة تبعيتها. مزبوط، فيك تكون شنطة بتحطيها على ظهرك، فيك تحمليها بايدك، تحطي كل الاغراض اللي اشتريتيهم من السوبر ماركت فيها. هذه شغلة حلوة. بلس
كمان اللي لاحظته انه كل بيت او كل مطعم له مستوعباته الخاصه، مش مثل عنا بالطريق في مستوعبات كبيره وبس تفيض بصيروا يكبوا على الشارع على الطريق، واذا فاضت هيدي بتروح بتنقل بتكبيون قدام بنايه غيرك، هذا شيء معيب. لهيك نحن في سنه اذا بتتذكري طافت الدنيا، قامت اخذت كل اكياس النفايات مشوا بالطريق وتوزعوا الزباله على بالشارع، لانه نحن عم نحط بمطرح مش مفروض نحط فيه. صحيح مزبوط. هون دور كمان بيجي دور البلديات، التعاون معنا على هذا الموضوع، لانه قد ما كانت الجمعيات عم تشتغل ما فيها تحل محل بلديه طبعا، فبس بيصير في كولابوريشن بين الجمعيات والبلديات انه نحطوا على مستوعبات كمان فرز على كل بنايه، وبيرجعوا الجمعيات بتقطع وبتاخذهم كرمال تفرز. في شغله كمان وتوعيه للمواطن انه في النفايات لها لايف تايم، يعني نحن اذا قطعنا الوقت المحدد ببطل فينا نعمل لهم اعاده تدوير، وبصيروا ساعتها بيطلعوا هذه الروائح المضره وبيطلعوا لنا الامراض. واكيد كلنا شهدنا بالصيفيه وقت طلعت ريحه النفايات، وهذا كله بيدل انه او لما يحرقون قديش بيضرونا، يعني هون اكثر ضرر، هون الضرر الاكبر بهذا الموضوع. نعم. فبهول الخطوات البسيطة جدا نحن قادرين نعمل أثر كتير كبير وتغيير كتير كبير على المدى البعيد. نعم. إن كان من الفرز بقلب البيت أو استعمال كياس القماش بدل كياس النايلون، نجيب القصص اللي فينا نستعملها كذا مرة مش قصص السنجل يوز اللي دغري بنرجع بنجي وبنكبها. فينا نبلش كمان من تيابنا، إذا قطعة تياب نحن ما بدنا إياها نحن فينا نعمل إعادة تدوير. صح. نتعلم أشغال يدوية، يدوية بدل ما نروح نشتري كمان العاب للاولاد الصغار اللي بيكسروها ثاني يوم. اذا بعد في صور فينا نشوفهم سوا لو سمحتي. نعم. ريان وبتعلق عليهم ضيفتنا، اذا في شيء بعد بتحبي تحكي عليه حابه تخبرينا عنه تفضلي. من خلال نشر التوعيه نحن عامله صفحه على الانستغرام وعلى الفيسبوك اسمها جرينر وورلد. نعم. بنشر من خلال التوعيه ومخاطر استعمال البلاستيك وقديش هذا الشيء بضرنا وبضر صحتنا وبضر الفيوتشر جينيريشن كمان. مثل ما شفنا من شوي في 9 ريزنز ليش نحن ما لازم نستعمل البلاستيك. كمان بنحكي عن اثر البلاستيك بقلب المحيط وعلى الثروه الحيوانيه اللي بالمحيط، كمان كيف البلاستيك عم بيعلق بالسلح فيه او تبلعه. صحيح. أو وعم بيسبب لهم بامراض، مثل هون عم نشوف انه البلاستيك بيعملنا كمان لخبطه بالهرمونات، لانه هول انواع البلاستيك هن تقريبا هلا بطلوا منعوهم، كمان لانه لقيوا انه بيخلطوا بالهرمونات استعمالهم وممكن يسببوا كانسر. نعم. او كمان بيلوثوا المحيطات تبعنا. كمان البلاستيك هو شيء اذا انكب هو بضل، لو جيت بعد 40 سنه بتلاقيه محله، ما بيدوب مع المواد يعني الثانيه، ما بينصهر. صحيح. بضل محله اذا جيت حطيت كيس بلاستيك بتلاقيه. صحيح. هون بنلاقي انه نحن صرنا عم ناكل البلاستيك، لانه في شيء اسمه مايكرو بلاستيكس هن اللي بضلهم بقلب المحيطات. بنجي نحن بس ناكل السمك، هذا السمك هول الميكرو بلاستيك عم يفوتوا على قلب السمك ويتراكموا بقلب السمك، بنجي نحن بناكل فعم يتراكموا بقلب جسمنا. كمان. وكمان على هيدا الموضوع في مرة انعملت دعاية انه جاي عم ياكل برجر طلع له بقلبه بلاستيك، بس هيدا اتس ترو، منا مبالغة ابدا. نعم. هو في الميكرو بلاستيك اللي عم يضلهم بقلب المي وهن يلي عم بيسببوا لنا هيدا المشاكل بصحتنا او بصحة الحيوانات. هون بنشوف كيف البلاستيك قادر اذا تواجد بالمي ينتقل من حيوان لاخر حتى يوصل لنا نحن الانسان. حتى قتل الحيوانات والطيور بيفقد توازن البيئي. صحيح. التنوع البيولوجي اللي كنا عم نحكي عنه من شوي. هذا الشيء بيؤدي انه نحن يصير في عنا خلل بالتنوع البيولوجي. انا بدي اتشكرك إليانا نعمي لحود على كل هالمعطيات اللي خبرتينا اياهم، ومنتامل انه هيك يمشي بلبنان نظام المكافأة لا تصليح او للتوازن البيئي، مش نظام العقاب. ما بدنا، نحن شعب مثقف ومتحضر، اذا في نسبه ما حابه تكون عندها الوجه الحضاري بحياتها فخلينا نشجعها.
صحيح ونبلش من بالضبط. المدرسة نعلم أولادنا كيف يعملوا فرز، كيف ما يكبوا نفاياتهم على الأرض. يعني شيء معيب إنك تشوفي حدا ماشي قدامك بالسيارة زلمة صح، عمره 60 70 سنة عم بيكب شيء مؤلم. الكلينكس وقنينة البيرة وكل هالغراض اللي أكل واللوز، بس يقشروا لوز ويكبوا من لا، شيء معيب جدا عن نعم، جد. يعني هذا مش شيء حضاري ومؤلم، أبدا، يعني بس تشوف الأثر اللي مؤلم. بيعمله ايه انه نحن مش مؤلم. هيك مش هيك عم نتغنى بحضارتنا. طب وينيه؟ صحيح، ما هي سلوك. لهيك انا بدي اتشكرك على كل شيء، ان شاء الله بس يصير في هيك تطور عندك بشغلك بالدورات التدريبية، كمان بنستضيفك مرة تانية نحكي اوسع بهذا الموضوع. أكيد. بريك وبنرجع بنواصل فقراتنا.